كشفت نادية الجندي مؤخرا عن مواصفات فتى أحلامها، وقالت مش عندي مانع إن أتجوز في الوقت الحالي، أنا كمان عندي مواصفات لفتى أحلامي، لازم يكون راجل وقد المسؤولية وأحس بالحنان والأمان معاه. ونشوف بقى حكاية سنها دي. أخطأ الويكيبيديا في سن نادية الجندي وكتب إن هي، ولكن الحقيقة كشفها عدد نادر من مجلة الكواكب قديم ومكتوب فيها 1958، وتحت عنوان فتاة الغلاف نشرت المجلة تفاصيل وبيانات نادية الجندي، مدون عليها نادية عبد السلام الجندي 18 سنة، مما يعني أن عمرها الآن 82 سنة وليس 76 سنة. وطبعا لما تبقى 82 سنة وتظهر باللوك ده هو مؤخرا بقى تستحق التحية فعلا. مؤخرا قال محمود رؤوف مصور المشاهير ومصور الفنانة نادية الجندي لإحدى المواقع أنها منتظمة في تأدية الفروض الخمسة في مواعيدها، وأشار إلى أنها تركت جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا في الساحل الشمالي لكي تصلي صلاة العصر، وقال إن هي مواظبة على قراءة القرآن ولا تشرب الكحوليات أبدا. ظهرت نادية الجندي باللوك الجميل جدا ده هو يونيو 2022 وأدهشت معجبيها، واللوك بتاعها ده كأنها ظهرت 20 سنة. أما عن سر رشاقتها فكانت قالت إن الفنان يجب أن يحرم نفسه من متع كثيرة كي يحافظ على صحته ورشاقته، وقالت عن نفسها إن هي بتمتنع عن تناول أكلات تحبها حتى تحافظ على وزنها، ولا تشرب الخمور ولا تدخن، وتحرص على ممارسة الرياضة، وتبعد عما يرهق بشرتها، وأيضا تحافظ على سلامها النفسي. وكانت قالت برضو إن هي لم تلجأ لعمليات التجميل، فهذه ملامحها منذ أن خلقها الله، وهي ضد عمليات التجميل. ولدت الفنانة نادية الجندي الملقبة نجمة الجماهير في مدينة الإسكندرية. عام 1960 شاركت نادية الجندي في فيلم زوجة من الشعر مع كمال الشناوي وعماد حمدي ومن إخراج حسن الإمام. في هذا الفيلم تعرفت بشكل شخصي على الفنان عماد حمدي وتزوجت منه رغم فارق العمر الكبير. ودي هنا صور نادرة ليهم مع بعض، ده كان أول زيجتها، في فرق سن طبعا كبير لكن الحب بيدوب الفوارق، هو كان فتى الشاشة الأول. وأنجبت ابنها الوحيد هشام عماد حمدي ولم تكن قد بلغت سن 16 سنة. وخلال فترة الستينيات وأوائل السبعينيات شاركت نادية الجندي في بعض الأعمال بأدوار صغيرة، هنا مع ابنهم هشام، ده ابنها الوحيد، ودي صور نادرة ليهم مع بعض. عام 1973 تم انفصالها عن الفنان عماد حمدي. هجوم جديد تعرضت له الفنانة نادية الجندي بعد إشاعات مغرضة تناولت طبيعة علاقتها بأول أزواجها الفنان الكبير الراحل عماد حمدي، وأنها كانت السبب وراء إفلاسه واكتئابه مما تسبب في وفاته، مما دفع النجمة المصرية للرد. قالت نادية الجندي: حسبي الله ونعم الوكيل، يعلم الله أن عماد حمدي الله يرحمه كان أب لي وليس زوج فقط، وهو والد ابني الوحيد هشام، وأنا أطول زوجة عاشت معه، عشنا 12 سنة، وفرق السن بيننا كان يزيد عن 40 سنة. طوال فترة زواجي منه لم يساعدني على الإطلاق، بالعكس كان يردني زوجة وأم فقط، وطوال فترة زواجنا لم أقدم أي بطولات تذكر، كلها كانت أدوار ثانوية. وتابعت نادية الجندي: ولما أنتجت فيلم بامبا كشر أول بطولاتي، والذي أنتجته من مكاسب بوتيك الأزياء الخاص بي، لم يكتب الفيلم عماد حمدي باسمي، والفيلم موجود، ارجعوا للتتر افلام عماد حمدي تقدم، يعني كل اللي بيتقال غير صحيح، وده يثبت ان كل كلامهم كذب في كذب. وتم كتابة الفيلم باسم عماد حمدي عشان التوزيع باسم فنان معروف في السوق وقتها، لاني كنت وجه جديد وكان ايضا ضمن ابطال الفيلم، ويعلم الله ان الاكتئاب اللي اصابه في الفترة الاخيرة كان بسبب وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن وكبر سنه، يعني مش هي السبب. واكملت نادية جندي عن علاقتهما بعد الطلاق بالقول: وبعد فيلم بامبا كشر وتاني فيلم هقدمه وانتجه كان فيلم شوق، وايضا عماد حمدي كان موجود بالفيلم، وده يثبت ان العلاقه بينا كانت جيده جدا حتى بعد الطلاق، ولم انكر فضله والاشياء الجميله اللي اتعلمتها منه. ولما تزوجت من محمد مختار واول فيلم انتجه البطنيه كان موجود عماد حمدي كبطل من ابطال الفيلم، وهو اللي اشرف على انتاج هذا العمل. مش معقول كل الدلائل ديت والحب والمودة دي ويطلع مثل هذه الإشاعات المغرضة، ومش معقول لو كان في مشاكل بيننا بالشكل ده كما يشاع يشارك معايا عماد حمدي في الأعمال دي. وختمت نادية الجندي بالقول: وفي فترة مرضه الأخيرة كنت أنا ومحمد مختار دائما
نسأل عنه ونهتم به ولم نتركه لحظة، وكافة طلباته كانت عنده رحمة الله عليه. وأسباب الطلاق بينا الكل يعلمها، هي غيرته الشديدة وفرق السن الكبير بينا، وطوال فترة نجاح السنوات الماضية مش عارفين يهاجموني إزاي، وبعد كل هذه السنوات يروجوا مثل هذه الإشاعات السخيفة، ولم يراعوا أنني كنت زوجته وعشت معاه كل هذه السنوات، ولم يراعوا مشاعر ابني وابنه هشام. وشيء طبيعي طوال فترة زواجنا يكون في خلافات، شيء طبيعي بعد طلاقي منه إنه يترك لي شقة الزوجية أنا وابني نعيش فيها. من ناحية أخرى، عام 80 تزوجت نادية جندي من المنتج السينمائي محمد مختار، والذي أصبح ينتج لها أفلامها بعد ارتباطهما. إيه؟ نادية الجندي، وهنا دي صورة نادرة بتجمع نادية الجندي مع زوجها الأول والتاني اللي هو عماد حمدي ومحمد مختار. وهنشوف برضو أسرار تانية. وتقول نادية عن محمد مختار: كنا نلتقي كعضوين في نادي الجزيرة. محمد مختار رجل دبلوماسي وله علاقاته وشخصيته، وأنا نجمة الجماهير. وفي النادي كنت أتردد بصفة مستمرة على ملعب التنس، وجدته يتقرب مني ويؤكد متابعته لكل أعمالي، وأنني ألعب تنس بشكل يشبه المحترفين. فلعبنا معا مباراة تبعتها لقاءات عديدة، فبدأ يحدثني عن أحلامه السينمائية وأنه تمنى منذ صغره أن يصبح ممثلا، وفكر كثيرا في التمثيل وخطط لإنتاج أفلام، وكنت سعيدة جدا بكلامه. شعرت فيه بنوع من حماس الشباب الذي كنت أتمناه في أي من عملت معه من المنتجين. مختار ترك العمل الدبلوماسي من أجلي، لأنه ما كان ليجمع بين العمل الدبلوماسي والإنتاج، كما كان ممثلا جميلا في بعض الأفلام وصوته الهادي دون ضجيج، رغم أنه ليس محترفا في التمثيل. زواجنا تم في هدوء وبعيدا عن الكاميرات، عرض علي الزواج، ومعا قدمنا أعمالا يشهد لها التاريخ، وظل زواجنا يحكى به في الصحف. وعندما دبت بيننا الخلافات لم يحدث شيء، كل منا ترك الآخر في هدوء ومن دون ضجيج أو معارك. دي نادية الجندي ومحمد مختار. ردت الفنانة نادية الجندي على بعض الأسئلة السريعة خلال استضافتها في برنامج الدوبليكس مع أبلة فهيتة الجمعة 12 فبراير 2021، وده أحدث ظهور ليها. وكانت إجاباتها: أنا بمشي حافية على الأرض عادي، وده صحي جدا، وبخاف من الصرصار، وممكن أتجوز كمان واحد أصغر مني لو بحبه. وروت الفنانة نادية الجندي عن أغرب معجب واجهته قائلة: كان في واحد مجنون بجد بيقف ليا تحت البيت وبيقول عاوز اشوفها، ولما الناس تمنعه يقلع هدومه في الشارع لغايه لما جابوا له البوليس. وقالت ايضا الفنانه ناديه جندي: الجبروت بتاعي بيظهر في الافلام بس، واسم الدلع اللي بحبه هو نونا، وانا من مواليد 24 مارس، بس ما قالتش السنه. هنعرف بقى ايه قالت ايه عن السنه بعد شويه. والعمر بالنسبه ليا مجرد رقم بس في الورق. وعن مقاس جزمتها قالت: مقاس جزمتي 40، ومش بحب استلف ولا سلف جزم. واضافت ناديه جندي خلال لقائها مع كارو في برنامج الدوبليكس الابله فهيده: ما فيش حد يقدر يعمل قصه حياتي غيري، وده ثقه بالنفس مش غرور. وعن اكتر اغنيه مهرجانات تحبها قالت: بحب اغنيه بنت الجيران، وحتى كنت بسمعها وانا في باريس، والاجانب كمان بيغنوها.